أنا سؤال، كيف تقبلوا يترشح فايز كرم؟ ما اطلعت. لا هو قال للتيار دوت، ما عندي فكرة. يعطيك العافية. بس أكيد أنتم ضد مفروض. ما عندي فكرة، ما اطلعت. هو أعلن هالشيء إنه مع التيار الوطني. إذن يعني حاولنا نسأل عن ترشيح فايز كرم لأنه امبارح كان في خضة كتير كبيرة بهذا الإطار. كيف ممكن لحزب الله أنه يقبل بترشيح عميل حكم بالمحكمة العسكرية وظهر من المحكمة العسكرية وهو من قبل حليفه الأساسي التيار الوطني الحر؟ انتهت إذن جلسة اللجان النيابية المشتركة وبلشوا النواب يظهروا تباعا. طبعا هذه الجلسة مهمة للطلاب الذين يعني عم يتعلموا بالخارج، ودائما كان في نوع من يعني تفاوت بمسألة انه يعني يدفعوا على 1005 10000 دولار يعطى لكل طالب لحتى يقدر يدفع هناك بالدولار، وهذا الموضوع كان في مماطله كثير كبيره، ودائما الناس بالشارع عم تنزل تعتصم، الاهالي عم يعتصموا ليطالبوا بهذه المساله، وهلا رجع نبحث الموضوع كمان من زاويه اخرى خصوصا بعد احداث اوكرانيا، علما بانه اوكرانيا ورومانيا وبولندا هذه الدول فيها كثير ناس فيهم طلاب لبنانيين عم يدرسوا بهذه الدول. اذا هذه الجلسه بحسب المعلومات قد شكل من خلالها جلسة اللجان، شكل من خلالها لجنة لمتابعة هذا الموضوع، وهناك محاولات لإدخال أيضا الطلاب اللبنانيين اللي عم يتعلموا بالداخل بهذا الإطار، بمعنى أنه يتم إعطائهم على 1005 المصريات الموجودة لديهم في لبنوكي وإلزام المصارف في هذه المسألة، ولكن يبدو أنه هذا الأمر سوريالي حتى الآن. أيضا أبرز ما حدث حتى اللحظة، أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري يعني أحال الموازنة على لجنة المال تمهيدا لتحويلها للجلسة العامة وإقرار الموازنة. فيما يتعلق بترشيح العميل فايز كرم من قبل التيار الوطني الحر، شفنا شو جاوب الدكتور علي فياض، هو رفض التعليق على هذه المسألة بشكل واضح، في حين أنه كنا أيضا كنا قبله تحت الهواء مع النائب حسن فضل الله ومع النائب أمين شري، كمان رفضوا التعليق على هذه المسألة الحساسة. اللي كل الليل امبارح عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها كان في انتقادات لاذعة لترشيح العميل فايز كرم من قبل التيار الوطني الحر، وأيضا من جهة تانية ترشيح مروان خير الدين اللي هو يعتبر أحد كبار المصرفيين في لبنان من قبل الثنائي الشيعي في منطقة مرج عيون حصبية، أيضا هذا الأمر لاقى ردة فعل كتير سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا من بعض جمهور الثنائي وأيضا من جمهور الثورة، على اعتبار أنه في كتير ناس كانوا يتظاهروا ضد المصارف وضد حكم المصرف، ومن ضمنهم يعني جمهور الثنائي كانوا دائما يتظاهروا ضد حكم المصرف. نحن عم نحاول يعني ناطرين لحتى يخرج عدد من النواب لحتى نحكي معهم اكثر عن المواضيع الساعه، بلشوا يطلعوا تباعا. ايضا حكينا مع من شوي حكمة ديب، خلص اليوم مش حاحكي معك، ما تخاف تعال. فحنشوف كمان بلكي بنسأل ناس من التيار الوطني الحر عن رأيهم بهذا الموضوع، برأيهم ترشيح العميل فايز كرم، في حين أنه كنا برسالة سابقة قد يعني عملنا لقاء خاص وأول مع النائب حكمة ديب الذي أعلن استقالته من التيار الوطني الحر، وقال لصوت بيروت انترناشونال بشكل واضح وصريح بأنه خلافه مع جبران باسيل خلاف كتير كبير، وكان هذا الخلاف قد يعني تسبب باستقالته من التيار، في حين أنه هو بعده مع رئيس ميشيل عون، ولكن كمان كان قد أشار إلى أستاذ سيزار. يعطيك العافية. عندي سؤال، كل الناس امبارح عم بتلومكم على ترشيح العميل فايز كرم، شو بتقول؟ ليه كلكم عم تهربوا من هالموضوع؟ هو اعلن هالشيء على دوت اورج.
هو أعلن هذا الشيء على دوت أورج، اللي هو تيار دوت أورج، يعني هو موقع لتيار الوطني الحر، وبالتالي ما فينا نقول إنه فيك نيوز. هو أعلن هذا الشيء إنه هو راح يترشح على هيدي اللائحة، لائحة التيار الوطني الحر. في هروب، يعني في خجل من هذا الموضوع إذا فينا نقول. نواب الحزب رافضين إنه يحكوا، حتى نواب التيار الوطني الحر كمان. هلا شفنا منهم سيزار أبي خليل، رح نشوف الباقيين إذا شو رأيهم بالقصة. أستاذ سليم، بارح هجمتوا، لحظة سؤال، يعني إذا مستحيين بهالقصة ما بعرف ليش يعملوها، إذا مستحيين بهذه القصة ما بعرف ليش عم يعملوها. إذن مثل ما قلنا العميل فايز كرم بحديث ل دوت أورج، بات من المؤكد أن العميد المتقاعد فايز كرم سيترشح انتخابات نيابية في صغرتة على لائحة التيار الوطني الحر، وهذا الأمر لاقى ردة فعل كتير سلبية من قبل عدة جماهير، وخصوصا جماهير الثنائي الشيعي، على اعتبار انه هيدا عميل اسرائيلي، وكان في هجوم كتير كبير بالامس حول هذه المسألة. ويعني بحسب التحليلات اللي عم تنحكى عن هيدا الموضوع، انه لو لم يكن لديه اي امل بالفوز لما قرر الترشح، علما انه نتائج استطلاعات التيار الاخيره اظهرت حجم التاييد لكرم ضمن القاعده العونيه، وهو فرض نفسه على الساحه الزغرتويه. ويبدو ان ترشيح العميد المتقاعد لا يهدف الى مواجهه احد ولا لتصفيه حساب مع احد في المنطقه، بحسب يعني التحليلات وبحسب ما عم بيروج هذا الموضوع. رح نشوف كمان حديث لتيار دوت أورج. إذن عم نشوف النواب اللي عم يخرجوا تباعا من هذه الجلسة، ورح نحاول أيضا نستصرح إذا فينا نقول هيدا رأي النواب حول هذه المسألة. رجع بقول نواب حزب الله رفضوا التعليق، ونواب التيار الوطني الحر أيضا عم يهربوا من هيدا السؤال، يعني ما يشير إلى أنهم مستحيين من هذا الأمر. هذا الشيء اللي راح يتبين. على كل شفتوا ردود الفعل، حنضل نتابع معكم أي شيء جديد. كان معكم ربيع شنطة فرات بوكامين، إلى اللقاء.